مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، قوات الجيش اليمني والمقاومة بدعم من التحالف تتمكن من السيطرة على منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح. مسؤول كوري جنوبي كبير يقول إن الكوريتين تناقشان احتمال تقديم الولايات المتحدة تعهدا لكوريا الشمالية بعدم الاعتداء وبدء محادثات لإبرام اتفاقية سلام لمعالجة مخاوف بيونغ يانغ الأمنية. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ينتقد النظام الإيراني قائلا إنه يشكل تهديدا خطيرا على استقرار الشرق الأوسط وبالتالي على الأمن القومي الأمريكي. في أخبارنا المنوعة، وفاة رائد الفضاء الأمريكي آلان بن في هيوستن يوم السبت عن عمر نهز 86 عاما، والذي كان رابع شخص يمشي على سطح القمر عام 1969 خلال مهمة أبولو 12، كما قاد فريقا في محطة فضاء سكاي لاب. قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس يوجه رسالة إلى هداف ليفربول محمد صلاح بعد إصابة الأخير في كرة مشتركة معه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز العملاق الملكي بثلاثة أهداف لهدف متمنيا له الشفاء العاجل.